السلام عليكم يا جماعة، أخباركم إيه؟ إن شاء الله تكونوا بخير، كله موجود. نتأكد بس كده إن الناس موجودة. تمام، يوسف محمد وعمر وابنوب. ازيك يا يوسف؟ عامل ايه؟ وحشنا والله. وحشنا، اخباركم ايه؟ ان شاء الله كلكم بخير. طيب، الناس بدأت تدخل اهي، الحمد لله. ازيك يا عمور؟ ربنا يخليك يا حبيبي. ان شاء الله النهارده هنبدأ اول ليله من ليالي امتحان مراجعات ليله الامتحان للفيزيكس ان شاء الله باذن الله. خلينا عبال ما الدنيا تبدأ كده نتكلم احنا الامور بتاعتنا تبقى ماشيه ازاي تدريجيا، وانت المفروض تعمل ايه وتظبط دنيتك ازاي وتبدأ تستعد ازاي للامتحان. رقم واحد، التوتر لا داعي له تماما، لانه مش هيقدم، هو هيأخر، هو هيقعد يشدك لورا، تمام؟ كل شوية هيضيع لك وقت، هتضيع وقت في التفكير، هتضيع وقت في ان انا هلحق اخلص، يا ترى هجيب المجموع اللي انا عايزه، يا ترى الفيزيكس هتتقفل، يا ترى هعرف اجيب الفول مارك، يا ترى هعرف امشي دنيتي، يا ترى في الامتحان مش هنسى، يا ترى كل اللي انا بحفظه ده. طب وليه كل الاسئله دي؟ دي مش بتاعتك ولا بتاعتي كحد بيدرس فيزيكس، دي بتاعت ربنا. التوفيق من عند ربنا دايما، يعني التوفيق ده دايما، ده حاجه من عند ربنا، لا بايدي ولا بايدك ولا بايد اي حد. امال احنا نعمل ايه كطلبه؟ ناخد بالاسباب، ناخد بالاسباب، نلتزم. وقتك ما يضيعش في التوتر، وقتك ما يضيعش في التفكير. يا سيدي اول ما تتزنق قرب من ربنا، قوم صلي ركعتين، اقرا حاجه وارجع تاني، خلاص. لكن ما تضيعليش وقتك في التفكير والتوتر، ويا ترى هفتكر، ويا ترى هعرف احل، ويا ترى هعرف اسوي، ويا ترى هعرف اعمل. لا، حضرتك ركز، اعمل اللي عليك وسيب الباقي على ربنا. دي النقطه الرئيسيه اللي حضرتك المفترض تفكر فيها وتركز فيها، وامورك تبقى فيها ماشيه تمام وزي الفل، خلاص. فده رقم واحد. طب رقم اتنين، انا هعمل ايه؟ احنا معانا 4 ايام ونص، وده وقت كافي جدا جدا جدا. لا بجد، الله، وقت كافي جدا ان شاء الله، وبسم الله ان شاء الله هتلحق تخلص. بس حذاري من ان ال4 ايام ونص كلهم يروحوا في انك ماسك ورقه وقلم وعمال بتذاكر تشابترز، وممكن عقلك يخيلك كده. وممكن ترجع في الامتحان تيجي تقول لي ايه؟ اصل انا لما باجي احل بلاقي نفسي مش عارف، فكده معناه ان انا مش مذاكر كويس فارجع اذاكر. لا، حضرتك بتبقى عارف كويس قوي، ولكن المشكله عندك بتكون في ايه؟ المشكله عندك بمنتهى البساطه بتكون انك مش عارف ان السؤال سالك على الجزئيه دي، او سالك على النقطه دي، او سالك على الحته اللي احنا بنقول عليها دي. يبقى انت بتحل عشان تعرف اخطائك، وتعرف انت ليه ما فهمتش السؤال في الجزئيه دي، وتعرف ايه المقصود بالسؤال. يبقى حل الاسئله بيدينا حاجه بلس حاجه. يعني ايه؟ لو انت بتذاكر بس بتذاكر تذكر، لكن السؤال بيبقى تذكر بلس انك تبقى فاهم، او تذكر بلس سؤال صعب، او تذكر بلس مهاره. ليه؟ لانه بيجيب لك سؤال لافف، فتقول ده قصده على الحته الفلانيه، تمام، بس جاب السؤال لافف بالطريقه دي. فارجو ان الدنيا كده تكون واصله، وتكون عارف ان انت بتحلها. تقسم مذاكرتك ازاي؟ يا ريت لحق اخرك في المذاكره يوم السبت، ويوم الحد والاثنين كلهم في حل امتحانات. ارجو انك لما تنجرفش ورا الاسئله اللي بتطلع فوازير ومن هنا ومن هنا. احنا عندنا نماذج استرشاديه خاصه بالوزاره محطوطه، عندنا امتحانات ثانويه عامه سابقه. يا سيدي لما تخلص دول ابقى دور على انواع الاسئله التانيه. ولكن تمام، لو انت الدنيا عندك لطيفه ولسه ما خلصتش الامتحانات دي، اقعد خلص، بعد ما تخلصها ابقى دور على مصادر او اسئله ايه تانيه للحاجات دي، تمام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بقى عشان نبطل كلام. احنا النهارده زي ما اتفقنا مراجعتنا على شابتر 1 و2 في صيغة أسئلة. هنخلص كل، احنا معانا 100 سؤال، هنخلصهم خلال يومين ونص، واليوم ونص الباقي احنا هنراجع 4 أيام، كل يوم لايف تقريبا في نفس الميعاد ده إن شاء الله بإذن الله، تقديم أو تأخير 10 دقايق مش كتير. وبعد كده بإذن الله تعالى هنروح داخلين على اسئله المنصه اللي احنا ترجمناها وموجوده على الصفحه وموجوده على الفايل، وتقدر ترسلونا على الصفحه لو مش عارفين نوصل ليها. بسم الله الرحمن الرحيم. نيجي للسؤال الاول. Mention two factors that can increase each of
طيب تعالى نشوف ايه المقصود بالسؤال ده. قال ايه؟ قال intensity of electric currents passing through closed circuit. فيجي الطالب هنا بقى المتسرع يجي يقول لك اي بتساوي في ار. لا، هو قال لك enclosed circuit، بيتكلم على intensity of current enclosed circuit. يبقى هو هنا بيتكلم على نقطة مهمة جدا، ان احنا هنستخدم الرول اللي بيقول ان اي ايكوال في بي، الله ينور عليك، على ار بلس ار. طيب عايز افهمك نقطة مهمة قوي. الار دي بنسميها ار ايه؟ ار ايكويفالنت. والار دي بنسميها ار ايه؟ انترنال. طب يعني ايه؟ يعني انا على سبيل المثال لو عندي سيركت، السيركت دي فيها ريزيستنس كده وريزيستنس كده وريزيستنس كده، وفيها باتر وفيها انترنال. السمشن بتاع الار دي والار دي سواء سيريس او بارلل بقى ايا كان، المهم كل الاكسترنال ريزيستورز الكبار دول يطلق عليهم في الفيزيكس ار ايكويفالنت. فلما اقول لك عايز ايكويفالنت ريزيستنسز او ريزيستورز، يبقى انا عايز السم، ما بتكلمش سيريس او بارلل، يعني هتجيب لي التوتال بتاع الريزيستنسز اللي بره بس. لما يقول ار ايه ايكويفالنت دي نقطه بره، ولكن لما يقول توتال ريزيستنس ودي نقطه مهمه، يبقى انا هجيب مجموع الاكسترنال والانترنال. يبقى خلصنا من هنا، دي معلومه بره، ان احنا لما يقول لي فايند ايكويفالنت ريزيستنس، يبقى انا هجيب السمشن بتاع الريزيستورز الخارجيه الكبيره، لكن لما يقول لي توتال ريزيستنس في اومز لو فور كلوز سيركت، يبقى انا هجمع على المقاومات الخارجيه الانترنال ريزيستنس. طب السؤال هنا بقى هو بيقول لي ازاي ان اثر على الكرنت؟ فالطالب المتسرع هيقول لك ايه؟ الفي بي والار. لا بس هو قال لك هاو تو انكريز، ازاي نزود ده؟ فنزود ده ازاي؟ الله ينور عليك. هتيجي تقول لي نزود ده بان احنا نزود الفي بي لانها دايركت مع الار، او نقلل الايه؟ الريزيستنس. فبالتالي فعلا يبقى هنقول اما increasing EMF او decreasing total resistance. السؤال التاني بيقول لي connecting a number of n of identical bulbs of series to the battery. الباتري دي عندها negligible internal resistance. وقال ان البلبس identical. بلبس identical يعني كل لمبة ليها R ومقاومتهم متساوية. هنا قال لي connecting a number of identical bulbs in parallel، يعني برضو R وعددهم N بالنسبة للكرنت اللي ماشي جواه. فاحنا لو تخيلنا ان انا عندي لامب ولامب ولامب، حسب ما يكون عددهم وصلناهم سيريس، فدي R ودي R ودي R، اذن ال R equivalent بتاعتهم ممتاز هتساوي، الله ينور عليكم، ان في ار. طيب احنا عارفين ان الكرنت في السيريز كونكشن ماله؟ برافو عليك، كونستنت، ممتاز بهدوء شديد. اذا الكرنت اللي هيمشي فيهم هيساوي ايوه في بي، ممتاز، على ايوه الله ينور عليك، على ان ار. ليه؟ احنا بنقسم على التوتال ريزيستنس الايكوفلنت بتاعتهم، واحنا جبنا الايكوفلنت بتاعهم كام؟ ان ار، فقسمنا كده. الحمد لله خلصنا من الكرنت في حاله السيريز، تمام. طيب تعالى لي بقى في الكرنت في حاله البارلل ايه كونكشن. هتيجي تقول لي في حاله البارلل كونكشن عندنا لمبه ولمبه ولمبه، لا مش شرط يبقوا ثلاثه، لان هو قال عددهم ان ار وار وار. يبقى يا ترى ار ايكويفالنت هتساوي ايه؟ دول بارلل كونكشن وهم ايدنتيكال، فيبقوا ار اوفر ان، ممتاز. طب لما نيجي نجيب اي توتال هتبقى في بي على ار، فتبقى في بي اوفر، ممتاز، ار ايوه اوفر ان. تطلع لي الان فوق، الحتت الماثيماتكس دي مهمه، يبقى الاي بتساوي ان في بي على ار. بس خلصنا. اقول لك لا، اتضحك عليك. ليه؟ ما قريتش السؤال. الثانويه العامه كلها مبنيه على قرايه السؤال صح.
وان ما قريتش السؤال تبدأ تقرأ. ازاي؟ ركز معايا. الفكرة الرئيسية فيه ان انت هنا بيتكلم على الكرنت اللي ماشي في كل بلب. فهنا الاي ثابت، فالاي توتال هو اللي ماشي في كل بلب. اما هنا الاي توتال ايه؟ مختلف. احنا كده جبنا الاي توتال في بي على ار توتال. احنا عايزين بقى الاي اللي ماشي في كل ايه؟ لام. فهيبقى هنقسم على ان، يبقى في بي على ار. هنقسم على عدد، او من الاول في بي على ار، في بي على ار، في بي على ار، لان دي ايه؟ كونستنت. لانه عايز الاي اللي في كل بلب مش التوتال بتاعه. يبقى لو سأل على التوتال يبقى دينا جبنا الاي توتال. لو سأل على كل بلب يبقى هنقسم على عدده. طبعا انا هتلاقوني الاجابه بتظهر مكتوبه هنا، لان هبعت لكم الفايل ده ان شاء الله برضو بي دي اف هنا على البيج ان شاء الله متجاوب، عشان ما تشغلش بالك بالكتابه ورا. Electric conductivity of copper temperature 20 degrees Celsius equal 5.38 times 10 power 7 ohm minus 1 في متر minus 1. طيب نشتغل ازاي؟ هتيجي تقول لي بص يا سيدي، تعرفها ايه؟ Reciprocal of resistivity، تعرفها 5.38 times 10 power 7 ohm minus 1 dot meter minus 1. يجي طالب تاني يقول لي لا انا ممكن اقول reciprocal of resistance of اعرف resistivity. اقول له مفيش مشكله. تيجي طالب تالت يقول لي طب ما انا ممكن احسبها واقول ان الريزستيفيتي القانون اللي هو الرو هتساوي 1 على الكوندكتيفيتي واشتغلها كانها مساله. اقول له ما عنديش مشكله، انتوا الثلاثه ممتازين. وصلت الفكره ازاي؟ تمام؟ كويس جدا. What are the results based on increasing length of conductor to the double, decreasing area to half with respect to resistance. اوعى تجاوب على السؤال ده انت تيجي تقول لي انا بيني وبينك الرول. لا، حضرتك قلت لي with respect to resistance، فحضرتك لازم اكتب الاول الرول عشان ما اقعش في الفخ ان الار ايكوال رو في ال على اريا. حتى لو باين السؤال سهل، حضرتك لو عندك سيستم، او حضرتك لو عندك سيستم وانت بتحل الاسئله السهله، اكيد هيبقى عندك سيستم وانت بتحل الاسئله الايه؟ الصعبه. دي اسئله عليا شريف، دي اسئله امتحانات السنه اللي فاتت. ايوه، كل الاسئله اللي احنا بناخدها مش جايبينها من بره، احنا جايبينها من اسئله التجريبيات اللي هي التجريبي 2017 و2018 او ثانويه عامه 2017 2018 او 2019 او ترايل بتاع 2020. يعني هنلاقيها واخدينها من الحاجات دي. تمام، بس راعيت انها تكون مختلفه شويه عن المنصه يا عليا، لان المنصه برضو واخده من الاسئله دي بحيث ان احنا نعرف نحل اكبر كم ممكن. توتال الاسئله اللي هنحلها في الاربع لايفات ان شاء الله هتوصل 180 سؤال باذن الله تعالى، لان الفايل ده لوحده 100 والتاني 80. طيب نرجع هنا بقى، يبقى ار ايكوال روف ال على اريا. روف ال على اريا كتبناه. طب ده كلام جميل جدا، تعالى لي واحده واحده كده. ايه يعني واحده واحده؟ هنعرف، هنقرا المساله. قال لك increasing length of conductor to double، يعني معنى كده ال L بقى 2L. مش هو اللي قال؟ قال ان اللينث زاد دبل. and decreasing the area to half، يعني معنى كده ان الاريا بقت half area. ممتاز. طب عوض بقى الروح، احنا ما جيناش ناحيتها. ال L نشيلها ونحط، ممتاز 2L. الاريا نشيلها ونحط، ايوه half area. واحدة واحدة معايا نطلع الاثنين فوق، كلام جميل. يبقى اتنين في اتنين اللي فوق، او خلينا ماشيين واحدة واحدة. اتنين طلعت رو، هنا في اتنين ال على اريا، نضرب الاتنين في الاتنين فتبقى فور رو ال على اريا. يبقى معنى كده ان حصل ايه؟ تحولت انها زادت كم مرة؟ كانت رو ال على اريا، بقت هنا اربعة رو ال على اريا، يبقى زادت فور تايمز. فاقول له ان الريزيستنس انكريزد 4 تايمز، ولو جالي جيف ريزن لازم اعمل الستبس دي. ولو جالي جيف ريزن لازم اعمل الستبس دي. لكن وات ار ذا ريزلتس يفضل ان انا اعمل. تمام؟ ده السؤال. وهفكركم بالسؤال ده لان احنا هناخده في المنصه بصوره مختلفه. السؤال هو هو، ولكن طريقه السؤال نفسه هتخلينا نغير في الاجابه حته بسيطه بعد ما نوصل للنتيجه دي. طيب كلام جميل. اهي بالترتيب برضو تاني. ندخل على كيرشوف. كيرشوف بيقول لي
Calculate the current intensity in the resistor R3. عشان ما نقعدش نكتب كرش فطلع لكم الحل دلوقتي كله. أول حاجة عيني تقع عليها في كرش وما تخضش. عيني هتقع على كرش ده إيه؟ أول حاجة كرنتس اتجاهاته موجودة ممتاز. طب معلش هو مسميني مديني أرقام أو حروف A B؟ لا مش مديني، فأنا أفترض. تمام؟ فأنا بالتالي هقول مثلا النقطة دي نقطة B. خلاص؟ وهمشي كده A B C، حاول أمشي ضمن الإجابة اللي إحنا عاملينها دي E F A. افترضنا الرموز بتاعتنا اللي تمشينا كويس، كلام جميل جدا. نيجي أول حاجة بنعملها ال KCL اللي هو كيرشوف فيرست لو. نقول عند بوينت B بيدوق شديد، مين داخل؟ داخل I2 وداخل I1 وخارج I3. طب احنا عارفين ان السم بتاع الكرنت اللي بيدخل على البوينت بيكوال السمشن بتاع الكرنت اللي بيطلع منها، يبقى I1 و I2 داخلين عملناهم ايكوال I3. ادي الايكويجن الاولى، مبروك كده نص درجة من درجتين. والله والله العظيم 4 equations الايكويجن او 3 equations وناتج. تمام، غالبا كل ايكويجن بتكون بهاف مارك او كوارتر حسب، بس بتكون هاف في الغالب. وارجع بص على نماذج الاجابه بتاع الثانويه العامه، فكده خدت نص درجه. تعالى ناخد اللوب. دايما نصيحه، لو عندك اوبشن انك تختار يا ريت بعد اذنك تختار اللوب ها اللي فيه باتري واحده. انا بعرف احل اللوب اللي فيه تو باتريز يا بابا، ما عنديش مشكله، بس ده مستقبلك. خد الحاجه اللي تركيزها محتاجه منك تركيز اقل عشان تعرف ما تتشتتش، كفايه عليك توتر اللب. هناخد اللوب ده فنسميه عشان اعرف المصحح احنا شغالين على ايه. فقلت له انا شغال على A P E F A والحرف اللي ابتدي بيه انهي بيه. القانون بيقول sum of summation of V equal summation of I R. معلش انا بحل الكرش في طريقه مختلفه شويه، يعني في طلبه هتلاقوها اللي هم مش الطلبه بتوعي هيلاقوهم عم بيحطوا بلس قبل ريزيستنس بتاع، انا طريقتي مختلفه شويه. هنا ال V B بتاعنا كلام جميل حلو اهي. اي ار اي 1 في ار ب 10 عملنا 10 اي 1. طيب اللوب ده 40 اي 3 عملنا 40 اي 3. طب بص كده على الكرنت طالع منين؟ طالع من البوزيتيف اي 1 ومعاه اي 3 ماشي في سيم دايركشن، فعشان كده عملنا بلس لانه طالع من بلس. طب اللوب الثاني B C D E B، يعني اللوب الجزء ده summation of V B equal summation of I R. خدنا ال V B ب 20 اهي. هنا 20 اللي هي ال R2 في I2 اهي ماشي من هنا اهي، و 40 I3 اهي طلعت. طب بلس ليه؟ لان ال I2 طالع من البلس وال I3 من البلس. هنعمل بقى ادي بقى عندنا 3 equations، نعمل لها reforming ازاي؟ نقول نخلي I1 الأول و I2 بعدين و I3. يبقى فنقول الإيكويجن الأولى I1 plus I2 minus I3 equal 0. دي الإيكويجن الأولى. الإيكويجن الثاني 10 I1، هل في I2؟ لا، يبقى نحطها ب 0 عشان ما نتلخبطش. هل في I3؟ أيوه 40 I3 ايكوال مش زيرو بقى لان في 10 يبقى ايكوال 10. ايكويجن الثالثه في اي 1 لا، هنحط اي 1 بزيرو. ها الثانيه 20 اي 2 ممتاز و 40 اي 3 ايكوال 20 ومود 5 2. هنحل الايكويجن هتظبط معانا وهتطلع القرايه تاني. بعدين هو عايز الكونسيومد باور في السيركت كلها. ممتاز. هو يا شباب وبنات الباور بيستهلك فين؟ كونسيومد. مين اللي بيضيع لي جهدي وباوري في صوره هيت؟ معروفه الريزيستنس هي اللي بتتخانق مع الكرنت
وبتقعد تسخن السلك. فعندي كام ريزيستنس؟ 3 اي سكوير في ار 1، اي سكوير في ار 2، اي سكوير في اي 3. واحنا عارفين حتى لو الكرنت بالماينس وحطيناها هنعمل له باور، فهتشيل الايه النيجاتيف الموجوده ونجمعهم الباورز هتطلع معانا الاجابه زي ما هي موجوده في السؤال ده. السؤال اللي بعد كده سؤال جميل. In the given circuit, current intensity passing through the 30 ohm. فين ال 30 ohm؟ اهي اللي هي كام؟ 1 امبير. يعني هنا في current 1 امبير. internal resistance بتاعت الباتري 2 ohm، ما عنديش مشكلة نشوفها. find the total resistance. الله ينور عليك. الجزئية اللي انا كنت لسه بتكلم عنها دلوقتي، هل هو قال equivalent resistance ولا total resistance؟ قال total resistance. total يعني هنجيب ال external resistors اللي بره وبعدين نضيف عليهم ال internal. يبقى لو قال R equivalent انا ماشي معاكوا اهو واحدة واحدة. R equivalent يبقى هنجمع دي ودي 5 و 10 series هيبقوا 15، وبعدين ما بنقربش خالص من ناحية الباتري خالص. اخر حاجة تاخدوها ال resistances اللي جنب الباتري، قاعدة ثابتة اساسية. اوعى تقرب وتستجري تيجي في مسألة تقرب ناحية ال resistor اللي جنب الباتري ابدا، هتوقع نفس. انت جاي زي عند هرم وتيجي عند قاعده الهرم او عندان البيت تهدها، انت جاي جنب الاي توتال مالكش دعوه بيها. ظبط دايرتك وظبط الفروع اللي بره وبعدين لم. احنا لما بنيجي نشيل من هرم او رصه حاجه في سوبر ماركت بناخد من فوق ثم تحت ثم تحت لحد ما اشيل الصف التحتاني، فببدا برضه اعمل كده. يبقى دي 15 اهي ودي 30 تتاخد بارلل اهي. بعد ما هتتاخد بارلل هيبقى شكل السيركت ازاي؟ هيبقوا الاثنين دول كده، لا تتلم يمين لا تتلم شمال، بس هيبقى شكل السيركت كده اهي. ادي ال 6 وادي الباتري وادي ال 8 وادي الايكويفالنت بتاع ال 15 وال 30 اللي هيطلع. فاذا اصبحوا الثلاثه سيريز. عشان كده بقول للطالب عشان خاطري ارسم كل خطوه، عشان خاطري ارسم كل خطوة انت بتعملها. تمام؟ حلو. فبالتالي احنا دلوقتي شغالين على دي اهي. يبقى ده هنجمعه مع ال 6 وال 8 سيريز يدينا 24 اوم. ايه دي بقى؟ احنا كده جمعنا المقاومات الخارجية بس، يبقى دي اسمها ار ايكويفالنت. بس هو هنا طالب ايه؟ طلب توتال ريزيستنس. فطلب توتال ريزيستنس يعني معنى كده ان انا هجمع الانترنال معايا، يبقى دي هتبقى كام؟ 26، لان 24 هنجمع الانترنال بتو. طيب عايزين ايه بقى؟ عايزين الالكتروموتيف فورس. الالكتروموتيف فورس يعني الراجل بيتكلم على الفي بي. الفي بي قانونها ايه؟ اي في ار بلس ار. بس ركز معايا، لازم الاي دي تكون اي توتال والار دي تكون ايكويفالنت للسيركت، ودي انترنال. احنا معانا ار ايكويفالنت ومعانا الار دي بس عطلانين على الاي توتال. طب ده كلام جميل. شوف بنمشي خطوه خطوه، نحط الرول ونفضل ماشيين وراه واحده 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 لحد ما ايه نظبط الدنيا. طب انا دلوقتي عايز الاي توتال، اجيب الاي توتال ازاي وانا مش معايا غير دي؟ اصحى، ما احنا نضرب اي في ار يدينا الفولتج هنا ب 30 اهي. الخطوه الاولى. طب ما هي دي بارلل معدول. ممتاز، يبقى كمان الفولتج هنا ب 30 لان الفولتج في الايه هنا بارلل. بس ال 30 هنقسمها على كام؟ ال 15 اللي هي كلها. فاذا لما نقسم 30 على ال 15 يطلع الكرنت هنا ب 2 امبير. يعني معنى كده ان هنا الكرنت 2 امبير وهنا الكرنت 1 امبير طالعين من الباتري هنا، يبقى لما يتجمعوا يبقوا 3 ايه امبير. بقى معانا اي توتال نعوض 3 امبير، الايكوفالنت ب 24 والانترنال ب 2، او نشيلها ونحط 26 التوتال تطلع الاجابه 78. الجزء الثاني،
قارن ما بين الاميتر والفولتاميتر وطريقة توصيل كل واحد. الاميتر ابدا بنوصله ايه؟ ايوه الله ينور عليكم، ها سيريس. طب ليه بنوصله سيريس؟ هنتكلم دلوقتي. خلاص تمام حلو يوسف، هرجع لسؤالك. حاضر. والفولتاميتر، بس الواد يوسف ده مش تانية ثانوي. طيب والفولتاميتر هنا، الفولتاميتر بيتوصل بارالل، يبقى هقول هنا طريقة التوصيل بتاع الاميتر في السيركت سيريس، واقول هنا طريقة التوصيل بارالل كونكشن. يوسف سليم يعني ربما يكون حد تاني، يعني انا عندي يوسف سليم في تانية ثانوي، فيوسف سليم بيقول لي ليه ما خدتش الار اللي جنب البتري؟ تمام في نمبر 9، ما ينفعش يا يوسف اقرب جنب اي ار جنب اي بتري في المساله اللي فاتت دي غير اخر حاجه، لان دي جنب الاي توتال. زي بالظبط كده ماسوره ميه، ماسوره ميه كده يا يوسف بتفرع لمواسير كتير، وكل واحده بتفرع للتانيه. هي دي الارات لما تتوزع، الم ده الاول والم ده الاول والم ده الاول والم ده الاول وبعدين ارجع للمصدر. فما ينفعش انا اجي جنب البتري هنا في الاول خالص واروح اعمل كل ده، هتقع مني. تمام حلو. النقطه التانيه، السؤال ده بقى مهم شويه ومحتاج مننا هدوء، وممكن نحله بالكده حظ وممكن نحله بارقام. طب انا هحله بايه؟ بارقام. طب ايه اللي ضمن ان يجي تشوز؟ ممكن يجي مسألة. تعال نشوف، انا بكتب عشان يبقى كتابة بخط الايد اوضح وهنشرح حاليا. في الجيفن الكتريك سيركت وين تيرنينج ذا سويتش اون، انا بتلخبط جدا يا دكتور ما بين تيرنينج ذا سويتش اون وتيرنينج ذا سويتش اوف. هقول لك انت عندك نعمة اسمها ان السؤال بالعربي هتلاقيه باللغة العربية يقول لك عند غلق المفتاح، يعني الدايرة مقفولة. Note that each row represents a choice. يعني كل صف كده يمثل choice كامل على بعض. طيب هو بيقول لك لما نقفل الكي يجرى ايه لقرايات الاميتر والفولتاميتر؟ اولا ده مكان الاميتر، اول حاجه افكر فيها فين اماكنها. وده مكان الفولتاميتر اللي هو قصده عليه عشان ما نضيعش. يعني الفولتميتر ده هيقرا الكرنت اللي ماشي هنا في الار اللي هي الثلاثه، والاميتر هنشوف هيقرا ازاي ونشتغل عليه ازاي. ولكن عشان انا اعرف احل مظبوط لازم تسال نفسك سؤال محدد. انا بقول لك يحصل ايه لو قفلنا الكي؟ هل انت عارف الدايره ودارسها قبل ما نقفل الكي اصلا؟ لا. يبقى لما اجي اقول لك يحصل ايه لما هنقفل الكي او لما نزود حاجه او لما نقلل حاجه، النمط ده كله من الاسئله لازم تجيب what happened before وبعدين what happened after، يعني تشوف ايه اللي حصل قبل وايه اللي حصل بعد. ده اساسي. يعني لما اجيب لك النوعيه دي من الاسئله لازم تعرف ايه اللي حصل قبل وايه اللي حصل بعد. مع ان انا سؤالي بيقول لك لما نقفل الكي، ايوه بس انا ما اعرفش حاجه عن السيركت الاول. تعالى نشوف بقى. قبل خالص ما نقفل الكي كانت السيركت في امان الله، الثلاثه دي ملغيه لان الكي مفتوح، فكانت التوتال ريزيستنس الله ينور عليك 6، سيريس مع 3 الله ينور عليك، سيريس مع 2 الله ينور عليك، فمعنى كده 6 و 3 9 و 2 11 ومعانا انترنال ب 1، يعني التوتال ريزيستنس بكام؟ ب 12 والفي بي كلها ب 12 فيطلع الكرنت 1 امبير. وطبعا ده اي توتال لانه مش متقسم، وده الكرنت اللي هيمشي هنا. احنا بنحلها كمساله وممكن نحلها اسهل من كده، بس فرضا جت كمساله ادينا بنتدرب. ويبقى الفي ما هو كده دي ملغيه، يبقى هنا الاي اللي ماشيه 3 امبير فهيبقى 3 في 3 او 1 في 3 اسف، الكرنت 1 يبقى 3 في 3 لان الفي بتساوي اي في ار. بس خلي بالك بقى بعد ما قفلنا الكي، اوبا اصبح للثلاثه دي ليها لازمه. مش بس كده، ده اصبحت الثلاثه مع السته بارلل، فهنعمل 3 مع 6 و 6 مع 3 بارلل هيطلعوا ب 2، واللي هيطلع منهم هما الاثنين دول هيتاخد سيريس مع 3 وسيريس مع 2، فيبقى الاجابه كلها الايكوفالنت بتاعنا 7. طب نجيب الاي توتال الاول، اي توتال في بي على ار بلس ار، فالفي بي ب 12، الار جبناها ب 7 بعد قفل الكي،
والانترنال ب 1 فيطلع الكرنت ب 1.5. طب سؤال، هو الكرنت اللي طلع 1.5 ده مش ده الاي توتال؟ اه ركز عشان الحاجات دي بتوقع طلبه كتير. بس خلي بالك احنا لما قفلنا الكي الاميتر ما بقاش يقرا اي توتال، الاول كان بيقرا اي توتال لان الكي ده كان مفتوح، لكن لما قفلناه ما بقاش يقرا اي توتال، فمعنى كده ان الكرنت هيتقسم بريشيو دي نص دي، يبقى هنا يدخل كرنت دبل ده، فهنا يدخل واحد وهنا يدخل هاف، يبقى معنى كده ان الكرنت اللي هيعدي في الحاله دي بعدها هاف، فمعنى كده ان الكرنت جرى له ايه؟ قل. يبقى انا هدور على قرايه الاميتر اللي تقل، يبقى انا هستبعد اجابه ايه وهستبعد اجابه سي. طب الفولتاميتر بقى، الفولتاميتر نبص كده هنلاقي فيه ايه؟ ان الكرنت هنا بتقسم وهيتجمع، هيمشي فيه اي توتال، فيبقى واحد ونص في 3 يبقى 4.5، فبالتالي قرايه الفولتاميتر زادت بعد ما كانت 3. هل ينفع انا يبقى اختار اجابه بي؟ هل كنت ينفع اشتغل، واعيد المساله دي تاني، هل كنت ينفع اشتغل بدون ما اعرف ايه اللي حصل بيفور؟ لا طبعا، لا طبعا، لازم كنت اعرف ايه اللي حصل قبل واجيب القيم بتاعتي. طبعا انا كان ممكن احلها اورال يعني من غير ارقام، لكن فرضا جت مساله، فرضا شلت كل الاختيارات دي وقلت لك حل، يبقى حلك هيبقى اللي مكتوب ده. يبقى انا لازم اجيب اي سؤال اقول لك عدلنا سوينا عملنا، يبقى تجيب لي اللي حصل بيفور وبعدين اللي حصل افتر وبعدين نتكلم. عيا بتقول مستر احسن اراجع تشابتر الاول ولا احل مع حضرتك دلوقتي على طول؟ احنا بنعمل عمليه ريفرشمنت عن طريق الحل، ممكن ترجعي بس ما نضيعش الوقت يا عليا، يعني المفترض كنت بدات تراجعي، بس مش مشكله يعني بعد ما نخلص ابداي راجعي على تشابتر وكملي حل. اهم حاجه بس يا جماعه اوعوا تسيبوا الحل، لازم لازم الحل ده حاجه اساسيه، ولكن طبعا بعد لازم ان احنا نذاكر التشابتر ونتقن كل جزء فيه، لان ممكن حاجات تيجي بين السطور والجزئيه، لكن احنا دلوقتي واحنا بنذاكر بنعرف التكنيكس بتاعت الحل. يبقى نقول بسرعه مساله تاني، ان هو قال لي ان احنا قفلنا الكي. طيب قفلنا الكي خلاص، الاول نشوف هو مفتوح، هو مفتوح كان الجزء ده ملغي اللي هو اللي انا هشطب عليه، فكان بيقرا اي توتال، فجبنا الار توتال 6 و3 و2 ورحنا عملنا 12 على 11 بلس 1 اللي هي الايكوالنت 1. بعدين لما قفلنا ده قلنا لما يتقفل ده الثلاثه والسته هيبقوا بارل، فطلعوا ب2، وزودنا عليهم الثلاثه والاثنين عشان نجيب الار ايكوالنت طلعت ب7، زودنا عليها الانترنال ب1 وجبنا الاي توتال، لقينا ان الاي بيتقسم، فهيدخل هنا جزء وهيدخل هنا جزء، طبعا هنا 6 و3 فيدخل هنا الضعف ويدخل هنا النص، تمام، لان هنا الريشيو عكسيه، تمام، فهيبقى هنا هاف. خلاص يبقى ده قرايه الايه؟ الاميتر. يبقى قرايه الاميتر قلت بعد ما كانت واحد بقت هاف، وقرايه الفولتاميتر بعد ما كنا جايبينها اي توتال في ار، تمام، زادت هنا طبعا، فقلنا اختيار بي. خلاص حلو. الجزء الثاني، what would happen to the reading of the instruments indicated in the figure؟ والسؤال ده بيلم شابتر 1 كله. لما الـ variable resistance R2 بتزيد، السؤال ده غاية في الأهمية وما يتحلش بأي نوع من أنواع المسائل والحفظ. ده عايز طالب فاهم الشابتر كويس. إزاي؟ أول حاجة هو بيكلمنا على قراية الأميترز وقراية الفولتاميترز. الأميتر مفيش إلا واحد والفولتاميتر فيه اتنين، واحد اسمه V وواحد اسمه V1. أول سؤال تسأله ليك، والطلبة بتوعي عارفين الكلام ده كويس، أول سؤال فين مكانهم؟ ده أول سؤال أستأذنك تسأله. أول سؤال فين أماكن الحاجة دي؟ اللايف هيتساب يا جماعة، اللايف هيتساب تماما، يعني يا جماعة اللايفز بتاعت الأربع أيام هتفضل متسابة على الصفحة لحد ما حضراتكم تخلصوا الامتحان، تمام؟ يعني لحد ما حضراتكم خلاص الامتحان، وبنفكر نعمل لايف للمتفوقين ان شاء الله ليله الامتحان نفسها على الظهر يوم الاثنين. بس اللايف ده مش هيكون هدفه ان احنا بنلم على قد ما بنجيب تريكات الامتحان، يعني ما نتعقدش منه، احنا بنجيب التريكات بقى اللي هو طالب هيجيب 58 ان شاء الله عايز يجيب 60، فايه التريكات اللي ياكد عليها او الاسئله الصعبه المتوقعه، لكن مش ده اللي بنلم بيه، هيبقى لايف كده بس ايه الايس كله عباره عن شويه افكار، ولكن اي لايف هيتساب على مدار الاربع ايام على الصفحه في اي وقت تقدروا تدخلوا عليه، تمام؟ لان هيبقى فيه ان شاء الله اربع لايفز باذن الله. طيب يبقى هنا نرجع، السؤال ده مهم قوي. يبقى اول ما يقول لي قرايات كذا وكذا، فانا لازم اتاكد فين اماكنه. اول سؤال اساله الاميتر ده، تعال نبص كده، الاميتر ده امشي كده 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 كده، ده بيقرا اي توتال، اذا الاميتر بيقرا اي توتال، اذا قرايه الاميتر بتساوي في بي قانون بقى اومز لو فور كلوز سيركت، لانه بيقرا اي توتال، ار ايكوفالنت
اللي هي عندي كام ار؟ ار1 وار2، وما قالش ان في انترنال، فخلاص الحمد لله كده خلصنا من الاميتر. كل ده بنعمله عشان نحل. ايوه. الفولتميتر في 1 ده على ايه؟ على ايه؟ على ريزيستنس، قاعده ثابته حطها حلقه في ودنك كده او حلقه في ودنك وانت بتحل في الامتحان. بما ان الفولتميتر على ريزيستنس فما ينفعش تحل غير بقانون واحد، ان في 1 على الفولتميتر ده بتساوي اي اللي ماشيه في الحته دي في ار. طبعا اي اللي ماشيه هنا اي توتال، تمام اهي لانها مكمله في ار 1. يبقى القاعده الثابته الاساسيه، ودي نقطه مهمه لازم نكون واخدين بالنا منها جدا 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 جدا، ان طول ما الفولتميتر موجود ما على ريزيستور يبقى في بتساوي اي في ار. طيب امال الفولتميتر اللي فوق ده متوصل على ايه؟ الله ينور عليك، متوصل على باتري. يبقى قاعده رقم 3، عشان كده بقول لك السؤال ده مهم جدا، بما ان الفولتميتر متوصل على باتري فانت اكيد القانون بتاعك هيكون في ايكوال في بي ماينس اي في ار. طبعا كان في اسباب وقلنا ليه ساعتها، بس دلوقتي ركز عشان تعرف تشتغل صح في الامتحان. يا جماعه بصوا، انا ما بدورش على اجابه السؤال، انا بفهم السؤال الاول وبحلله بعدين اقدر اجاوب صح. يبقى هنا اول خطوه لما يقول لي وات هابن تو ذا ريدنجز اوف كذا فولتميترز واميتر، اول سؤال انا اساله كطالب كده قبل ما اجاوب فين اماكنهم، عشان ما يضحكش عليا، لان غير كده يضحك عليك. فالاميتر ده في الاي توتال، فجبنا قانونها. الفولتميتر على ايه؟ على ريزيستنس اي في ار. طب على باتري في بي ماينس اي في ار. واحده واحده بقى، انت عملت ايه؟ احنا زودنا ار2. طيب ار2 زادت، ها برافو عليكم، يبقى الاي جرالها ايه؟ تقل. الله ينور عليكم، لانهم انفرس. يبقى كلمه ان الاي كونستنت دي مش تبعنا، يبقى هنستبعد البي خالص. هتقل تمام كده، معانا ثلاث احتمالات. ما انت ممكن تستبعد تريح نفسك. طب دلوقتي الاي قلت، طب ايه اللي جرى لفي 1؟ ثواني بس، مش احنا كتبنا الرول؟ احنا حلينا المساله. هل الار 1 اتغيرت؟ ثانيه نبص، لا الار 1 ما اتغيرتش، اللي اتغيرت ار 2، ولازم تبقى مركز. طب الاي اتغيرت؟ ايوه، ما انا لسه قايل ان الاي قلت، ما هي مساله كامله على بعضها. يبقى الفي 1 هيجرى لها ايه؟ هتقل. ممتاز، يبقى انا هستبعد كمان دي. الله ينور عليكم. طيب يبقى باقي ايه؟ اما اي او سي. يبقى انا مش هيحل لي الازمه دي غير التالت. انا دلوقتي الفولتميتر ده على ايه؟ على باتري. هل الفي بي اتغيرت؟ لا، الفي بي ثابته. هل الانترنال بتاعتها اتغيرت؟ لا، الانترنال ثابته. بس الاي جرى له ايه؟ ايوه الاي قل. اوعى تقول الفي تقل، ده الاي هنا بالماينس، يعني انا اللي هماينس منه قل، القيمه اللي بالماينس قلت، يبقى معنى كده ان الفي ايه؟ زادت. يبقى هختار اجابه ايه. وصلت؟ يبقى القاعده يا جماعه، نطلع من السؤال ده بقواعد، وده الفكره مش الشكل، لا يخلو عنه امتحان. يعني الفكره دي ما بيطلعش بره امتحان، لازم هيجي فيها سؤال. شكلها جه ازاي مش قصتهم اللي يحطوا امتحان، يعني هيجيبها لك بشكل مختلف او هيجيبها لك بشكل مختلف، لكن لازم يجي سؤال. الاميترز والفولتميترز مكانهم فين؟ نحدد مكان الاميتر، فحددنا ان توتال، كتبنا قانون. حددنا مكان الفولتميتر، لو لقيت الفولتميتر على ريزيستنس يبقى قانونه اي في ار. لو لقيت الفولتميتر على باتري يبقى قانونه في بي ماينس اي في ار. حصل ايه؟ الار 2 زادت، فقلنا يبقى الاي هتقل. طب ما هو لما الاي قلت يبقى اكيد في 1 هتقل. طب ما هنا الار، لا ار 1 ثابته. طب الفي هنا؟ الفي بتساوي في بي ماينس اي في ار، يبقى الاي قل، يبقى الفي هتزيد. يبقى قبل ما تحل عشان ما تتلخبطش، حط قوانين حضرتك او حضرتك قدامك ويقدروا يشتغلوا. السؤال اللي بعد كده، two copper wires A and B. هنا قال لي two copper wires، سلكين. فبما انه قال لي two copper wires فانا استنتجت بما ان الاثنين معمولين من نفس الماتيريال اللي هي الكبر، يبقى اكيد الريزستيفيتي بتاعه الماتيريال A هي الريزستيفيتي بتاعه الماتيريال A B. الريزستيفيتي واحده. النقطة الثانية، قال لي if the length of wire A 4 times longer than wire B. ثانية كده، L A، واحدة واحدة، length of wire A يبقى L A 4 times longer، يعني أربع مرات قد B. بسيطة، يبقى أكتب L A 4 times يعني أربعة، longer than L B.
نقراها تاني. if the length of wire a، فاروح كاتب length of wire a، بسيط انا بترجم 4 times، فاكتب 4 قد اللينث بتوع واير بي، عملنا ال بي خلاص. what is the ratio between diameters، الرول بتقول ايه؟ رو اي على رو بي، ال اي على ال بي، اريا بي على اريا. طب ما انا حافظها 1 على 2، ماشي ما عنديش مشكله، بس انا كمنه هنا ال اي وبي فهنشتغلها افضل، واحنا عارفين ان كله دايركت ما عدا الاريا. بما انهم نفس ال ريزيستيفيتي فطارت، والاريا احنا قال لك ديامتر، فاحنا مش هنشتغل اريا، هنشتغل باي ار سكوير، فنفك ده باي ار بي سكوير وباي ار اي سكوير، تطير الباي مع الباي. يبقى هنا ايه التعويض الجاي؟ ان احنا نشيل ال ايه بقى؟ ونحط مكانها برافو 4 ال بي اهي. فشلنا طبعا ال ايه، شلنا ال ايه وحطينا 4 ال بي، وشلنا الله ينور عليك ال بي زبناها زي ما هي. طبعا هنشيل بقى هنا ال بي مع ال بي تبقى 4. طب هو قال حاجه تاني؟ قال سيم الكتريك ريزيستنس، فده كمان هيخليني اقول ان الار بتساوي الار، فخليتهم بيساوي 1. بسيطه اهي. يبقى ايه؟ ار بي سكوير وار اي سكوير جنبهم 4، تطلع الار اي سكوير فوق والار بي سكوير تحت، فيبقى الريشيو 4 تو 1. تمام؟ طبعا دي ريشيو ما بين الار سكوير على الار سكوير، ناخد الروت يبقى 2 اوفر 1، ومعروف ان الريشيو ما بين الريجس هي هي الريشيو ما بين الدايمتر. اتفقنا؟ السؤال الثاني. In the given electric circuit, what would happen to the reading of voltmeters V1 and voltmeter V2 when increasing value of variable resistance R1؟ والسؤال ده تريك شوية، خادع شوية. احنا متفقين على القاعدة اللي احنا قلناها، ان احنا لازم الاول نتشك هو فين مكان الفولتميتر او فين مكان الاميتر. فالفولتميتر عندنا V1 على R على resistance، فنقول خلاص ممتاز، يبقى V1 بتساوي I في R1، و V2 برضو تصدق على resistance، يبقى إذا V2 بتساوي I في R2. هو قال إن دلوقتي R1 زادت، اوعى يضحك عليك. هحل؟ لا، امال ايه؟ هيضحك عليك بسرعه. خدها قاعده، اسمع بقى، اكتبها عندك كده في ورقه. اي تغير في الريزيستنس بتاع السيركت لازم يغير في الكرنت، حتى لو ما قالكش في السؤال. طلبه دايما عارفين ان المقوله اللي عندي، عارفين دايما دي حاجه اساسيه بقولها لهم. اي تغير في الريزيستنس بتاع السيركت، في توصيلهم، في شكلهم، في كيت قفل، في كيت فتح، في مقاومة وصلت زيادة، في حاجة شالت، في ريوستات زاد، في ريوستات قل، لازم يسمع في الكرنت. فأنا بقول ليه السؤال ده خادع شوية؟ لأنه ما جابش سيرة الكرنت خالص، وأنا لازم أفكر فيه. يبقى قاعدة أساسية، أي ما R تزيد أو تقل أو كيت قفل أو كيت فتح أو وصلنا سيريس أو بارلل، لازم أبص إيه التغير اللي يحصل في الأي. فالأي بتساوي في بي، عندي 2 ريزيستورز R1، عندي R2، ما جابش سيرة الانترنال. R1 زادت، شفت بقى؟ الاي قلت. فالاي قلت، يبقى اذا ال V2 اي في R2، ال R2 ثابتة، الاي ايوه قلت، يبقى اذا V2 هتقل. شفت بقى الاجابة؟ طب V1 بقى، V1 بقى في مشكلة، ودي نقطة تانية لازم نأكد عليها، مهمة. V1 الاي قلت، بس خلي بالك، خلي بالك، انا بقى كل شويه بقعد اقول لك خلي بالك، انت في الامتحان لازم هتبقى لوحدك، فلازم تبقى قاري السؤال كويس. ان ار 1 زادت، اوبا، يعني اي قلت وار 1 زادت. اسمع كلام مين؟ ايه اللي اسمع كلامه؟ خدها قاعده، دايما الار تغلب. طبعا شرحنا وقلنا اسبابها العلميه وكل حاجه، بس دلوقتي احنا عشان الامتحان، عشان ما نلخبطش الناس، حتى مش هتعود على طريقتنا، خلاص؟ فهنقول ان دايما الار هتغلب. يعني ايه؟ يعني لو انا اتحطيت في كيس ان اي قلت وار زادت، اسمع كلام مين؟ اسمع كلام الار، ما اقولش كونستنت. يبقى الار زادت، يبقى اكيد في 1 هتزيد. يبقى استنتجنا من السؤال ده ايه؟ ان اي تغير في الريزيستنس هنسمع في الكرنت حتى لو ما قالش، وبعدين نشوف اماكن الفولتميترز والاميتر فين ونشتغل على اساسه.
السؤال التاني: When the two resistors R and the 4R are connected parallel to the battery, يبقى consumed power في R كام مرة قد ال 4R؟ واحدة واحدة. هما متوصلين parallel، فخلينا نستخدم إن الفولتج في البارلل ثابت، فنستخدم قانون إن الباور إيكوال في سكوير على R، لأن هما توصيلهم parallel والفي ثابتة، فهنعرف نقارن ما بينهم. في الحالة الأولى هتكون في سكوير على R، دي الباور الأولى. في الحالة الثانية، ممتاز، هتكون في سكوير على كام؟ هو قال 4R، فأكتب 4R. طب هو عايز الكونسيومد باور في الR بالنسبة لل4R، يعني هقسم ده على ده بهدوء شديد. في سكوير على R هقسمه على في سكوير على 4R. طبعا كلنا عارفين مالتيبليكيتيف انفرس، او الطلبه بتوعي بيعرفوا يطلعوا دي فوق تمام وينزلوا دي تحت من واحد. المهم خلينا ماشيين في الاوفر اللي الناس متعوده عليه، اللي هو كله في سكوير على R، ونطلع دي بمعكوسه 4R على في سكوير. تطير الفي سكوير مع الفي سكوير وتطير الR مع الR، يبقى 4، اذا الريشيو تبقى 4 تايمز. تمام. منى انا عايز اطبع الاسئله دي. ماشي، الاسئله موجوده في بوست، لو ما عرفتيش توصلي له هو ثالث او رابع بوست في البيج موجود الاسئله دي والمنصه بي دي اف، بحيث انك تقدري تطبعيه. تمام. لو ما وصلتلوش ابعت لنا على رسائل الصفحه، هنبعت لك الفايل ان شاء الله، وهنبعت لك لينك البوست ان شاء الله باذن الله. تمام، كويس. نيجي بقى للسؤال ده، هو سؤال مهم قوي، هو ما بيجيش النوعيه دي من الاسئله، ما بيجيش، لان بيبقى فيها جدل كتير جدا، وبتخضع للي شاف السؤال، وبتبقى سبيشال كيسز في المراجع العالميه زي سيرواي والحاجات دي كلها، فطبعا بتكون ما بيجيش. ولكن فكره السؤال ده، هو عايز الايكويفالنت ريزيستنس. ففكره السؤال ده بقى ايه؟ ان السلك ده ملوش لازمه، مش هيبقى امتي واير، لان ال 12 وال 4 دي متوصله ايه؟ بارلل، مش السلك اللي في النص ده. فبالتالي الفولت هنا زي الفولت هنا، والكرنت ماشي في اتجاهين مختلفين، دي حاله من ضمن الحالات. فبالتالي هيبقى البوتنشال ديفرنس هنا، ما هو الفولت في البارلل ثابت وماشيين في عكس الاتجاه، يبقى ما فيش بوتنشال ديفرنس في السلك ده، فيبقى كانه ملوش لازمه. فتبقى كان الدايره كاننا لغينا ده في الحاله دي او في الاشكال اللي شبه ده، وهنجمع 4 و5 سيريس وناخدهم بارلل مع ال8 ونزودهم على ال12 سيريس، تطلع اجابه دي. السؤال اللي بعد كده، وده سؤال مهم جدا، دي بس من السؤال اللي قبله، اشطبها. السؤال ده مهم قوي بقى، والسؤال ده كان محطوط في الترايلز اول مره بتاعه 2016 وجيب 17 بفكره، وجيب 18 بشكل مختلف، وجيب 19، بس كل مره اختلف، كل مره اختلف في شكله لكن فكرته واحده. ايه هي بقى؟ لو الانترنال ريزيستنس نيجليجبل، يعني ما تحطش في بالك انترنال، والاميتر ار 2 امبير زي ما هو واضح في الشكل ان السويتش اوبن، عايزين قرايه الاميتر A1 لما السويتش يكون كلوزد. مش احنا قلنا يا جماعه لما يكون اوبن ولما يكون كلوزد لازم نعرف بيفور وافتر؟ فبيفور هنا ار 2 امبير، وهنا السيركت مفتوحه يعني مفيش كهرباء هتعدي هنا، يبقى اذا ال 2 امبير هيروحوا هناك، فكان الاميتر 1 بيقرا 2 امبير. ولكن لما قفلنا الكي، فطبعا الطالب المتسرع جدا هيقول لك اول ما نقفل الكي يبقى الاثنين هتتقسم هنا، فهيدخل واحد وهيدخل ايه؟ واحد، لان هيبقوا بارلل، وفعلا يلاقي ان في واحد في الاجابه فيختارها، فللاسف يبقى وقع في فخ السؤال واتحسبت الاجابه غلط. لا، مش انا لسه قايل لك ان اي قفل كي او فتح كي او توصيل ريزيستنس
سيريس او بارلل او زودنا او قللنا بيأثر في ريزيستنس. هو يا استاذ الفاضل ويا استاذتي الفاضله، مش لما قفلنا الكي كده اصبحت الار مع الار دي بارلل؟ يعني معنى كده ان اصبحت الار مع الار بارلل، يعني الايكوفالنت بتاعهم ار اوفر 2، فده معناه ان المقاومه كلها قلت هاف، فده هيخلي الكرنت يزيد ايه؟ التوتال طبعا دبل. فبدل ما دي تبقى 2 تبقى كام؟ 4، فتتقسم تدخل هنا 2 وتدخل هنا 2، يبقى نختار 2. ليه؟ لان الاستاذ الطالب اللي اتسرع ما خدش باله ان المقاومه اتغيرت، يبقى لازم الكرنت يتغير. يبقى للمره الثالثه النهارده بقول لك، وده لازم هيجي في الفكره دي، لازم هتيجي في الامتحان لازم، لان فكره كريتيكال في شابتر 1، ان بما ان حصل اي تغير في شكل الريزيستورز او قيمها او زاد او كيت فتح او كيت قفل، لازم يبقى عقلي كده بيقول لي اوعى تقع في فخ ان الاي هتتغير ولا لا. شوف الاي الاول، ممكن ما تتغيرش، شوف الاي الاول. فلقينا ان الار قلت هاف، فيبقى الاي يزيد دبل، فمش هيبقى 2 هيبقى 4، وبعدين هيتقسم الى 2 و2. ندخل على السؤال اللي بعده. Mention the results of each of the following. احنا اتفقنا ان كل دي اسئله من الوزاره، ترايلز قديمه او جديده، مش جايبين اسئله من عاديه من عندنا ولا كتب خارجيه. اذا لقيتوها في المعاصر يبقى المعاصر واخدها من الترايلز بتاعت الوزاره. Mention the results of each of the following. Verify your answer. Lighting more than electric lamp at home with respect to the current of source. فالطالب المتسرع برضه، معلش عشان الفيزيكس مشكلتها التسرع، هي دي اللي بتوديك في داهيه احيانا. فالطالب المتسرع للاسف هيروح جاي يقول لك الاي ثابت لان ده بتاع السورس. هيقول له طب ثانيه واحده، انت ات هوم بقى، فات هوم التوصيل بارلل، فالكونكشن بارلل، يعني الفي هو اللي كونستنت مش الاي، ده رقم واحد. وبعدين لما انت بارلل وتوصل اكتر من لمبه، يعني بيبقى في ار توصل معاها لمبه تاني ار توصل معاها لمبه تاني ار، ما انت كانك بتقفل الكي، يبقى عمال توصل مقاومات بارلل، يبقى اكيد التوتال ريزيستنس هيجرى لها ايه؟ هتقل. يبقى اكيد التوتال كرنت بتاع السورس هيجرى له ايه؟ هيزيد. هتقول لي انا اقتنعت ماثيماتيكلي بس عمليا ما اقتنعتش، هقول لك لا اقنعك، روح البيت افتح تكييف وغساله وثلاجه وسخان ومكوه وكمبيوتر ومش عارف تلفزيون وكذا حاجه، شغلت كذا جهاز في نفس الوقت، هتلاقي حصل قفله. ليه يحصل قفله؟ لان التوتال ريزيستنس بتاع السيركت بتاع البيت عندك قلت، فبالتالي الكرنت اللي مشي عندك زاد، فسخن السلك فعمل قفل. عشان كده بص في مفاتيح الكهرباء هتلاقي مفتاح 10 امبير، 10 مش عارف ملي امبير، 64 ملي امبير، 40 ملي امبير، 5 ملي امبير. المفاتيح دي يبقى معنى كده ان الكرنت بيقعد يتغير حسب الايه؟ الاجهزه اللي انت مشغلها. اتفقنا؟ يبقى هنا تاني لما بوصل اكتر من حاجه في البيت بارلل، يبقى معنى كده كان اكتر من، ما هو اي جهاز يعتبر ريزيستور لود، فبالتالي التوتال ريزيستنس هتقل، فالتوتال كرنت هيجرى له ايه؟ هيزيد. فبالتالي الله ينور عليك، لما التوتال كرنت ايه؟ يزيد، تمام كده، يبقى current of source زاد. هنا هناخد شوية ويندوز. امتى البوتنشال ديفرنس ما بين التو بولز اوف الكتريك سيل عندها internal resistance equal للـ EMF؟ أولا potential difference between two poles of cell قانون V equal VB minus IFR. فالطالب هيجاوب يقول لي الـ V equal VB minus IFR. فانا بقول لك امتى البوتنشال ديفرنس يساوي الاي ام اف، يعني امتى الفي تساوي الدي بي. نيجي للطالب المتسرع يقول لك في حالين، لما الاي تساوي زيرو او الار تساوي زيرو. ممتاز، بس هل انت قريت السؤال؟ السؤال بيقول لك ان عندها اصلا انترنال ريزيستنس، هاف انترنال ريزيستنس، يبقى ما ينفعش تقول لي الار ايكوال زيرو، خلاص الحل ده استبعد، يبقى لازم تقول لي كارنت ايكوال زيرو. طب لو انا ما قريتش السؤال واتلخبطت يعني وما قلت ار ايكوال زيرو، للاسف هتتحسب غلط، لان انا بحاسبك على فهمك للسؤال مش الاجابه اللي انت كتبتها. Potential difference between two poles of electric cell having internal resistance more than EMF، يعني ال V اللي في السيركت حوالين الباتري هتكون اكبر من EMF، دي ما بتتحققش غير في حاله واحده بس،
في حاله الريتشارجنج بتاع الباتري، لان احنا بنخليه بلس في ايكوال في بي بلس الفا. السؤال اللي بعد كده، كونسيومد باور ايكوال للورك، تقول لي ثانيه باور ايكوال ورك على تايم، فامتى يتساوى الباور مع الورك؟ لو التايم ده ب 1 سكند اكتب الرول هتحل. طب امتى يكونسيوم لارجست باور؟ لا نفس الريزيستور، ما عندكش غير حل واحد انك توصلهم بارلل، لانك لما بتوصلهم بارلل التوتال ريزيستنس بتقل فالباور بتاعتهم بيزيد فيديك اقصى باور ممكن. سؤال رقم ده اواخر اسئله في شابتر 1 عشان هننقل على شابتر 2 باذن الله. ده بيقول لك ان ذا سيركت شون الفاليو بتاعه الريزيستنس اللي تخلي قرايه الاميتر 2. ثواني بس انا اشوف فين الاميتر، مش احنا اتفقنا على كده؟ الاميتر هنا، يبقى ده كده اي توتال، فانا اتاكدت انه اي توتال. طب ما نعوض في القانون في بي على ار ايكوفالنت بلس ار، حط اي توتال ب 2، حط الفي بي ب 10، حط ار ايكوفالنت ومفيش انترنال، هو قال انترنال ب 0 فتطلع ار ايكوفالنت ب 5. فالمفترض كل دول كده على بعضهم ار ايكوفالنت يديني 5. طيب يبقى ال 5 بتساوي 2 سيريس مع ار و6 بارلل، يبقى 5 بتساوي 2 بلس ار في 6 على ار بلس 6 وتودي دي بالماينس هتدي 3 وتشتغل تطلع معاك قيمة الار ب 6. هنا in the circuit shown in the figure لو الفولتميتر ار 12، ثواني بس فين الفولتميتر اهو ار 12. طب ما احنا نقسم الفي على الار يدينا الاي، فعلا هيدينا 2، واضح جدا كده ان ده اي توتال. يبقى الفي بي بتساوي كام؟ ما احنا اتفقنا في بي بتساوي اي توتال ار ايكوفالنت بلس ار، اي توتال جبناها ب 2، ار ايكوفالنت 6 و 3 9، انترنال 1 تخلص المساله فتطلع 20. السؤال اللي بعد كده عايزين الريشيو ما بين في 1 وفي 2. معلش سؤال، قول لي فين في 1 وقول لي فين في 2. في 1 غلبان على الريزيستنس دي، تيجي تقول لي هو ده مش هيتقسم فيه كرنت؟ احنا هنهزر، هو من امتى بيدخل في الفولتميتر كرنت؟ ده كده كانه ولو وصلته لك من بره هتقول لي مش هيدخل فيه، هو بس انا بلخبطك. تمام، يبقى في 1 بتساوي اي توتال، يعني مش في اي توتال اهي الحته دي، لسه الكرنت ما اتقسمش، او حتى لو اتقسم هنا ورجع هيكمل في، وقلت لك ما فيش كرنت بيدخل في الفولتميت، يعني ما تحاولش تدخل كرنت هنا او هنا، يبقى بتساوي اي في ار. بينما الفي 2 بيقرا الفولت على الاثنين دول لان الفولت عليهم ثابت، بس هنا الاي بيتقسم جزء هنا وجزء هنا وهم متساويين، يعني هنا هيبقى في 2 بتساوي اي في ار بس مضروبه في هاف. ليه؟ لان هنا الاي نص الاي اللي داخل، او اي على الاثنين في ار لان الاي مش كلها داخل. عايز الريشيو بقى في 1 على في 2، احط ده اي ار اي ار، احط ده اي ار تايمز هاف تحت طبعا، تطير دي مع دي 1 على هاف تطلع الاثنين فوق فتبقى ريشيو 2 تو 1، ده بين في 1 على في 2. اوكي البث مش هيختفي يا جماعه، ما تخافش البث مش هيختفي، هيفضل خلال اللايف هيتساب يا عمر، اللايف هيتساب يا جماعه، هيفضل لمده الاربع ايام لحد ما تخلصوا، الاربع ايام ونص لحد ما تخلصوا امتحاناتكم باذن الله تعالى. هنا بيقول لي ايه؟ If the total resistance of a meter is R. احنا بدأنا كده في شابتر 2. If the total resistance of a meter is R. الريزيستنس بتاع الشنط تبقى ايه؟ أول حاجة لازم أعرفها هو إيه هو الأميتر؟ وإيه هي الشنط؟ تحبوا أفصل لكم اللايف؟ يعني ناخد فوت كده سريع، يعني قبل ما نبدا في 2 افصل لايف واخليه اللي فات ده لايف شابتر 1 ونبدا لايف جديد شابتر 2 عشان ما تلخبطوش، ولا ايه النظام؟ بس ردوا عليا بسرعه. يعني افنش اللايف ده وابدا لايف حالا بعده على شابتر 2.
ها ماشي خلاص، هفصل لكم اللايف، هفصل لكم اللايف حالا، وهنبدا حالا 5 دقائق بس، عقبال ما اللايف ده متحمل على البيج هنبدا شابتر 2 بعدها ان شاء الله باذن الله، عشان يبقى الموضوع اسهل بالنسبه لكم.